الأزهر يا سيدي أول ما أول قانون صدر لي صدر سنة 1911. طيب. بعد 950 سنة ما زلت أكرر السؤال، أنت ضد الرب أم ضد الأزهر؟ ضد الرب أم ضد الأزهر؟ أنا لو سمحت أنت هتقول الرب، هقول لك فين الدليل. لو سمحت قول الرب، هقول لك فين الدليل. أما أكمل كلامي، ما هو ما ترميش القنبلة بس. أكمل كلامي يا كلام خطير اللي أنت بتقوله قدام الناس. طيب بس هو اللي بيؤدي القضية، مش عايز أعيد إنتاج الحديث عن المناهج الأزهرية. ماشي خلاص، إحنا عدينا الموضوع ده دلوقتي احنا ناقشنا ده كتير. قوانين يعني قوانين تطوير الازهر سنه 1911 ثم تلاها 1923 يعني بعدها ب 11 سنه، ثم تلاها 1930 يعني بعدها بسبع سنوات، ثم تلاها القانون اللي احنا بصدده 103 سنه 61 اللي عمله جمال عبد الناصر. وعلى فكره اللي حضروا او اللي كانوا بالغين ايام ما حضر هذا ايام ما صدر هذا القانون قالوا ان جمال عبد الناصر ده اصله شيوعي ماشي مع الاتحاد السوفيتي وعايز يفرغ الازهر من مضمونه، وعشان كده دخل كليات الهندسه وكليات الطب. طيب وكليات خلينا فيما هو قائم حاليا. قعدوا برضو عملوا الزيطه. طيب. دي عشان بس ثانيه واحده يا فندم. طيب. ثانيه واحده مش ما ينفعش كده يا استاذ وائل. ما انا بسمعك بس. انا دلوقتي بدي المشاهد حاجه ما اعرفهاش، انه جمال عبد الناصر لما صدر في عهده هذا القانون قالوا ذات الكلام وقاموا بذات الثوره وقالوا بتفريغ الازهر من مهمته. النهارده لما بنقول الكليات دي، طيب اللي انتوا صرتوا عليها سنه 61 بنقول نرجعها، لان انتوا اصبحتوا الجامعه رقم 12304 في العالم. جامعه الازهر دلوقتي ترتيبها العالمي 12304، ترتيبها العالمي في صحف العالم، الجامعه الوحيده الان التي يتصدر صوره امامها الاكبر في 153 دوله. تتكلم. لا ما اصل ما تجيبش كلام وتتهم. لو سمحت قول كلام علمي وليس مرسل. انت جبت الرقم منين؟ قول كلام علمي وليس مرسل. جبت الرقم منين؟ مش هينفع اقول في المهم. ما الاحصائيه تقال نسبه الى مركز كذا، يعني ما عندوش مركز ما يعني ولا مركزية. عايز اقول في المطلق مركز احصائي اسباني اسمه ديبو اسمه بس وموجود الكلام ده، موجود هذا الكلام. والجامعة القاهرة انا اخشى لا ياخدك الاستاذ محمد ابو حامد محامي. له مين محمد محامي؟ اللي صاحب القانون. طيب تسجينه 13 سنة يا سيد الفضل. طيب. لو سمحت لو تكرمت. طيب. لا تسخر. طيب. تسمح لنا. انت فاهم يعني ايه لا يسخر قوم من قوم؟ ده انت بتسخر من الازهر كله. مش فاهم من يعني من قوم. فاهم يعني ايه ولا جامعة. مش فاهم؟ انت بتسخر يا ابني. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ يا مستشار احمد لو سمحت. اتعلم الادب في الكلام. لو سمحت انا مؤدب. طب انا مؤدب. اطلع فاصل. اوعى تتجاوز. انت مؤدب.